السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هو أصرار ويقول السعودي يشتم، بعد دورها المغاربة، المغاربة واحد ما تكلم، السعودي كنا نتكلم، جاء هو عنده مشكل مع السعودي، بعد عنده مشكل مع المغاربة، عنده مشكل مع العالم كله إلا مع الناس اللي ردوا الجزائر مزبلة اللي هما النظام الجزائري. انت راك في انجلترا، انت راك في انجلترا. يس يو ار ان انجلند جينيريشن. حاب يقول علاش تضحك انت؟ زعما داير روحك حاجه كبيره، داير رجال ولابس قمجه حمراء، داير روحك تهضر مع بيكولو شيكول الغربه، فهمت؟ انت البارح دخلت الغربه فايح كيما انت تهضر على الجزائر. نحاول نكملوا، نفتح لكم مجال إذا كان فيها. السلام عليكم. مرات مع وعليكم السلام، تفضل. هذا الاخ السعودي اللي كان هنا طلعت معاه هنايا ثلاث خطرات ولا اربع خطرات في اللايف يسب الشهداء، هذا بطل. عجبتك كلامه؟ سب الشهداء. تقدر تجيب لي اللايف؟ عندي اللايف تاعك، تجيب لي الدليل نسجله. اسمع، روح جيب الدليل، روح جيب الدليل. اسكو عندي، اسكو عندي سب، ماشي الموضوع عندي سب الشهداء ولا لا؟ قسما بالله العلي العظيم، لا في لايفات سب الشهداء، ماشي عندك. على كل حال، صار النظام لما تحلفوا سقسيتك، طرحت لك سؤال، طرحت لك سؤال عندي، هل شتم احد؟ لا ماشي عندك خويا، سامحني. صح، في اللايف راهم يشتموا، في اللايف راهم يشتموا في الشهداء. نقص بلا عقل. هل يرضيك؟ هل يرضيك؟ بلا عقل، وحده وحده خويا. يعني بالعقل خويا، راك تشوف الفرق فقط. انا درك ما نقدرش نحكم انه هل يرضيك؟ انت قادر تكون سبيت ايضا الشهداء، شكون يقول لي انا؟ لا، هل يرضيك هذا؟ نعمل تحقيق على ان. شوف اخي، شوف نقول لك حاجه، ما تبهدلوش بالجزائر، راه كان قبلك سعودي. انا نبهدل بالجزائر؟ اعطى صوره. من اعطى صوره؟ النفاق والعناق في لكن عنده اسلوب حوار. واش من اسلوب؟ هذا اسمه النفاق. الجزائري جاي حامي يهضر. اعطي، هل الشتم؟ هل في حضوري؟ هل في طلع معي؟ هل قال كلمه؟ انا ندير تحقيق نقرا فيه في رؤوس الناس. انا مسجله خويا، خويا انا ما قلتش كلمه الحق على خويا. خويا ماشي عندك، مانيش نهضر عندك، عندك هضر بادم. اذا ماشي عندي انا اللي يطلع عندي، لازم نبدا وروح. اللي يطلع عندي ما يمكنش. بأدب معاك، انت تتكلم بأدب. اذا كان مسرحية قاعد يشتم في الرموز الجزائرية، اذا كان مسرحية انت راك مدير لنا التصويرات على امير عبد القادر. اذا كان مسرحية هذا الزعيم سيدك، هذا سيدك. شفت الفرق في المستوى خويا؟ انتم راكم شفت الفرق في المستوى؟ شحال تهضر في هذا المقاوم؟ هذا حرر بلادك. هذا شكون هضر فيه؟ راني قلت لك انت مدير التصويره تاع الامير عبد القادر، لماذا ما عندكش قدره؟ هذا ود بلادي، انا من مدينه معسكر. اوكي، مدينه معسكر، تفضل. تكلم لنا، هل تعتبر بانه الامير عبد القادر هو مؤسس الدوله الجزائريه؟ ومؤسس دوله جزائريه، وهذا حارب فرنسا. هذا معناتها هذا اللي خانه الملك، الملك تاع المملوك اللي خانه لفرنسا. وانت على بتصور التاريخ، انت ماكش تشتم في المغرب هكا بالطريقه هذه؟ لا مانيش نشتم، هذه حقيقه باعه. راك كنت تقول على السعودي. هذه مكتوبه كاع في خو سبحان الله، مكتوبه كاع في الكتب، كاع تورخ كاتبينها، مام تورخ مغاربه وكاتبينها خويا. خانوه وباعوه لفرنسا. على بتزوروا التاريخ؟ بتزور التاريخ. احبس دقيقه، راك تشوف في الفرق بينك وبين من كان قبلك. سبحان الله، رديتها الشتم. تسمى التاريخ الجزائري، رديتها الشتم. خويا، هل ترى في الفرق بينك وبين اللي كان قبلك؟ لا تكون حيادي مع اللي تكون اللي كريتيك الجزائر. صح، اللي يقول كلمه الحق. ماناش في كريتيكي، راح نتناقش معك كيما الاخ. شوف الاخ السعودي اللي كان من قبل، تفضل روح، خلينا منه. كان هو يتكلم مثلا. نرسل لك الفيديو تاع، والله غير نرسلها لك، كي نهود منه نرسلها لك في الخاص، ما كانش كاع مشكل. اقبض راسك ولا اقبض كراعيك. مين يقول كلمه الحق ما تبغوش؟
او ماشي كلمه الحق راهو بنهضر على بنهضر على اخويا، راك ما خليتنيش في اللايف، راك ما خليتنيش شحال قعدت في الجزائر فرنسا، راك ما خليتنيش نقول كلمه على عكس من كان قبلك. راك تهضر وحدك، راه واحد ما فاهمك واش راك تهضر. خلينا منه صاي روح صاي فوتها، خلينا في الموضوع. على بالك صدقني انا سمحتك تهضر على عدد الشهداء. استنى نقول لك حاجه نصارحك مغالطات على نصارحك، على ضد بلادك كاع كيما هكا، على ضد على التاريخ تاع الجزائر رديته زيرو. على على ما فهمتش على خويا، على ما فهمتش والله فهمني. خليني نفهمك، انت جزائري والله ماني مأمن بلي انت جزائري. السعودي ما غلقت له الميكروفون ولا مره، بتنزلني وابل عينيك تدير فيها باش مره خليني نتكلم. مشاهد شكون المغربي اللي راه مدعمك واللي نطلع لك اللايف تروح انت علاش راك طالع في انت طيح بيا قدامهم؟ انا ما طيحش بيا، هاي هاي انا بعد نزلني هذا هو بعد تكتب في التعليقات لانه لا مستوى لك. على بالك كنت راح نقول لك حب نبكي، اقسم بالله العلي العظيم غير حب نبكي. للاسف ما عنديش هذيك، كتعرف حنا شمال افريقيا عندنا شويه هذيك، ما حب نبكي على الانحدار في المستوى. كنت نتمنى انه بعد هذا الاخ السعودي اللي كان هنا يكون شخص على الاقل بنفس المستوى، حتى اذا اختلف معي باش نعطيه صوره مليحه للجزائر. كلمة ما تقدر تتكلم معاه خليط، قال لك الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية، راك تشتم رم المغاربة رم السعوديين، هو أصلا راه يقول السعودي يشتم. من بعد دورها على المغاربة، المغاربة واحد ما تكلم، السعودي كنا نتكلموا، جا هو عنده مشكل مع السعودي، من بعد عنده مشكل مع المغاربة، عنده مشكل مع العالم كله إلا مع الناس اللي ردوا الجزائر من زبالة اللي هما النظام الجزائري. حب نبكي والله، حب ولا بالك انحدار كبير، وماشي قال هك او بزاف، او سقوط من شاهق. الناس تشوف الجنسيات الاخرى يشوفوا يقولوا شوف الجزائريين. الله المستعان، الله المستعان. روح رد شرحوا لنا التصريحات تاع تبون، بديش انا نعطيو لنا حاجه كان نقدروا نتكلموا معاكم فيها. حاولوا جماعه ضربوا لنا على الشاشه، اليوم ماكمش ناشطين بما فيه الكفايه. خير خويا. واه حبيبي عندك حس السياح خويا، واه هكا مليحه تسمع فيا هكا هكا مليحه تفضل. واه بي سخسي والله العظيم غير باش نعرف راهي سهره، راهي سهره مريقله. اه الحمد لله يا ربي، السهره تاع بصح كاع تحيه الجزائر الحمد لله يا ربي، ربي يدوم قوسطوكم. تفضل خويا واش راح بي سخسي، شابينك بالجزائر يا حبو، شابيني بالجزائر. واه واه شحال شحال من كاس. انا خاطري سياسه اسمعني اسمعني، انا خاطري سياسه خاطري يسمو الحمد لله يا ربي. شو بين العرب، بين العرب تعرف تهضر على الجزائر، العالم كومبلي تهضر غير على الجزائر، العالم كومبلي نهضر غير على الجزائر. واه انا ما تهضرش على اسرائيل، انا ما تهضرش على فلسطين، انا ما تهضرش على مش عارف انا الالمان، انا ما تهضرش على اسبانيا، انا ما تهضرش على نيجيريا. كيف الجزائر خويا؟ انا واش من الجنسيه تاعي انايا؟ وادي واش من الجنسيه؟ انا عندي بوا كيما كبدي كيما كيفك مالك، لا هادي بو الناس كيما كيفك قسما بالله العظيم. انت كاع ما تشرف الجزائر كاع، انت تشرف الجزائر خويا. انا الحمد لله يا ربي اللي عايش فيها هنا ومهني وتاع بصح، مجاهد خويا في الملعب، تاع بصح تاع بصح هاد خويا. واش 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 السهره اليوم واش فيها؟ واش راكم سهره؟ كاين ناني تعرف ناني؟ شاب ناني، شاب نانو ناني ناني ناني. واه يا خويا انا اللي دائما نقول الجزائر في العشق الممنوع نمبر 1، انت راك اكدت لنا.
غادي الله يهديك مالك، الله يهديك. روح له، روح تبقى. جاهدوا جاهدوا، قال لك راه هو والشاب، الشاب ناني ولا نانو ولا كي نقول لكم انا حاجه، الجزائر نمبر 1، الجزائر البلد الوحيد في المنطقه الاسلاميه اللي كان فيه زواج رجل مع رجل. او السيخونا كدنا طالع لنا من الملهى الليلي مباشره، وقال لي انا ما نصرفش الجزائر. الله لا يجعلني نصرف الجزائر كما راكم تصرفوا فيها انت والشاب ناني ولا نانو. شوفوا لنا هذا الشاب. شاب ناني والله، غير نشوف لا بار كيوريوزيتي برك نشوف اذا نلقاه ولا لا. لا صبروا معنا جماعه. شاب ناني فوالاو. ما تعرف اذا ذكر ولا انثى، والله ما على بالي. المواضيع هذه ما نهضروش فيها انا، ودائما نقول كل واحد يعيش كما يحب. بركي طلعوا عندي قال لي شوقي بن زهره لا يشرف الجزائر، هو يشرف الجزائر والشاب ناني. الحمد لله يا ربي انني ما نشرفش الجزائر بهذا الشكل. شاب ناني شاب ناني والحقر اوفا يبان لي هو محقور. هذا ضربوا على الشاشة جماعة المايك. وعليكم السلام، تفضل. يزيد فضلك، بغيت نفهم خويا علاش تلمط؟ كيفاش نلمط؟ فهمتش. دير في صوت تاع الماكله. لا ما كاينش. سي بون سي بون، كملت خويا. سي بون كملت اخويا، وبرك باش عندي شويه حساسيه من الموضوع هذا. تفضل خويا. معليش، الحساسيه اللي لازم تكون فيها انه انت ما تقدرش نلعط تربيه بيوت الرديله على المباشر. نكتب عليك هذا هو. بعد يقول لك بعد يقول لك السعودي راه يسب، يقول لك السعودي شاك وجه بساقته. بطا تسب في التعليقات، يقول لك السعودي راه يسب، يقول لك السعودي ويسب في الشهداء. السعودي طلع مستوى راقي في النقاش، من تعبش على بالك راسي يتطلق نقاش مواضيع إذا تاريخية شوية أحداث الموضوع تاع إيران وحدة التسلسل في النقاش. تطلع لك واحد من أنصار النظام قذارة، وتشوف هذيك العقد النفسية الكبت هذاك، انه كل يوم يتعرض للإهانات، انهم يضلوا فيك. تشوف واحد طالع لك قال لك الشاب ناني العشق الممنوع وما شابه ذلك. عبك مجتمع دمر كليا، دمر اخلاقيا، دمر فكريا، غير السب والشتم. طالع الى اصلا اني نعرف هو غضبته كي قلت له راك تلمط. بالنسبة لي من أقدر الأمور هذه أنك تطلع في لايف وانت تاكل. كاين الناس يديروا، كاين أنا مثلا ساعة ندير أسوأ هذيك الأمور الغير إرادية، بس هو وبين قاعد يأكل. سي سا لو بروبليم، هذه هي الإشكالية. تلمط نعرفها والله غير بالدرجة تاعنا، ما نعرفهاش ما نعرفش كيفاش نعطي لها صبغة. تصدر منك أصوات، أصوات الأكل. واحد قال لي يشطر. هي بدات يشطر. عسنا جماعة بركي يطلعوا. ندير واحد العفسه باش ما يزيدوش يبلوكيونا. استنى تشوف انفيتي دوموندي
خلاص ما طراش. حبيت نطلع روحي ما قدرتش نطلع نفسي بالحساب الثاني. دوموند دليل انه كاين مشكل في تيك توك. استنى هكا نورمالمون سي بون. باسيون لايف نصل انه هكا خلاص. خصنا نحاولوا نجبدوا الناس اللي من تحت شويه. علاش؟ مساء الخير تفضل. مساء الخير. هالو الاخ، انت من مواليد الثمانينات الاخ؟ معليش نعرف برك. خويا اني جايكم بالحسب والنسب، بعث لي برك التصويره تاعها. لا لا الاخ انا في عمري 50 سنه في العمر. الله يبارك. 50 سنه 50 سنه انا من مواليد السبعينات، نعرف شويه تاريخ برك ان شاء الله. خويا اذا معليش انت قابل توجه التاريخ الميلاد تاعي يعني باش نعرف مع من نتكلم. الاخ اسمع لي مليح. شوف انت راك في انجلترا، انت راك في انجلترا. يس يو ار ان انجلند جينيريشن. حاب يقول علاش تضحك انت؟ زعما داير روحك حاجه كبيره، داير رجال ولابس قمجه حمراء، داير روحك راك تهضر مع بيكولو شيكول الغربه. فهمت؟ انت البارح دخلت الغربة فايح كيما انت تهضر على زي تربية بوية الرديلة مصبوش. قال لك انا شيكو اهبط في التعليقات، قال لك انا كيفاش شيكولو اسمه شيكولو يا جدك شيكولو اخويا. ما قلت لك والو انا بعد اني ما رفضتهاش. بالك عنده بنت ولا باسكو 50 سنه هذاك هو. اني ما رفضتش، قلت لك بعث لي برك التصويره ورقم الهاتف جايني بالحساب. فهمت شاب ناني شيكولو 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 بيكولو. بعد قال لي سمعنا الشابنا. بالك شوفوا نديرو نعودو نديرو دي لايف، نحطو الشاب ناني ولا نانو ونريحو كما قالنا اللي من قبل. شعب دمرنا كشعب، دمرنا. لما نقول ان الجزائر صارت اكبر من زباله سي فريمون سون اكزاجيري، يعني دون اي مبالغه صراحه. وصلنا لواحد الوضع رانا نضحكوا كلش. مي مبقاش هكا ناس عندهم قدره يتحاوروا، عندهم قدره يطرحوا افكارهم. السلام عليكم خويا شوقي. يدافعوا على النظام مستوى. وعليكم السلام خويا تفضل. شراك حبيبي صافا لاباس؟ والله غايه خويا، والله غير راني داخل في البراتيش هذو اللي راهم يجوا يطيحوا في الهضره هنايا. اقسم بالله غير شوكيت ريمو. هنا الجزائر. نعم قلت لك هنا الجزائر. هذا واش راه متوفر خويا؟ ثم صاديبو صاديبو كاع واش تتوقع واش يكون؟ والله غير لايك الله يجيب ان شاء الله خويا. خويا شوقي بغيت نسقسيك الله يحفظك. باغي نسقسيك تفضل. ايه ربي يهنيك خويا شوقي ربي يحفظك. اسكو هذوك لي فوتو صح الذكاء الاصطناعي؟ والله صح اقسم بالله غير راني فريمون شوكي على بالك.
وين الفوتو تهضر على الفيديو تاع التلفزيون العمومي؟ يعطيك الصحة. اخويا شوف شوف انت، اذا اضرار ولات كاليفورنيا وحنا ما على بالناش، هذا امر اخر. حنا قلنا راه معدل بالذكاء الاصطناعي، هما راه من عندهم دركا سمانه، هما يقول لك لا لا راه ماشي ذكاء اصطناعي وراي اضرار ولات كاليفورنيا والحاكم بيسكو اضرار نعرفوها وي الصحراء كبيره ومنا مي الحصاد هذاك ما على بالناش، ما سمعناش باللي اسكو دي ما راه في المزارع تاع القمح هذوك كيما راهم يشوفوا. والله حنا انه المزارع، شوف انه القمح موجود، هذه راهي من منذ وقت بوتفليقه الصراحه، وهما هذاك الوقت اللي داروا يعني بدات وصلت حتى 700,000 طن وقتها. درك الاشكاليه راهي ماهيش في الجانب انه الحصاد راه كاين في العالم كامل، راني نقدر درك استنى واش اصلا راه مسرقوا صور من عند السعوديه وقال لك راهي في الجزائر، لكن لو كان تاخذ الشقي